موضوع التغييرات او التشينج اوردر او الفاريشن اوردر واداره هذه التغييرات عبر مسيره المشروع، وربما من الممارسه والزملاء الافاضل الموجودين معنا وجربوا ومارسوا اداره المشاريع، سواء كانوا ممثلين للمالك او المالك نفسه او كانوا الطاقم الفني عبر عنه بالمهندس أو كانوا فريق المقاول، فإن موضوع التغييرات التي تطرأ على المشاريع أثناء تنفيذ المشاريع من المواضيع المتشابكة والتي تسبب اضطراب وقلق وأحيانا خلافات، وربما يتطور الأمر إلى النزاعات حول طريقة تسوية هذه الأمور وتيسيرها بالشكل المطلوب في مسيرة المشروع. علشان كده برزت الحاجة مع زيادة الخبرات والمعارف والعلوم لوضع منهجية أو آلية تحترم ويعترف بها لإدارة هذه التغييرات عبر مسيرة المشاريع اللي بنسميها إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية. في هذه الدورة اسمحوا لي أن نقسمها على جزئين لأن الموضوع يعني يحتاج إلى وقت يعني، فجزاهم الله خيرا الإخوان القائمين على المبادرة، توفقنا معهم نحن يعني نقسم المحاضرة أو الموضوع إلى جزئين، جزء اليوم والجزء الثاني إن شاء الله رب العالمين يوم 18 خميس بإذن الله تعالى. هنتعرف خلال هذا الطرح على شروط إصدار أوامر التغيير، على الصلاحيات ومستوياتها وتوزيعها على الفرق المشتركة في تنفيذ المشاريع الهندسية. هنتعرف معا على أنواع أوامر التغيير، كما سنتعرف على دورة حياة طلب التغيير، وده إن شاء الله رب العالمين هيكون بكرة بإذن الله تعالى. وخلونا نبدأ النهاردة مع بعض حول مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية وأهمية أوامر التغيير وأسباب التغيير في المشاريع الهندسية وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسية ومعرفة الفرق بين أوامر التغيير والأعمال الإضافية وطريقة حساب الوفر والزيادة أو ما يعرف بالمناقلة. وننهي اليوم بإذن الله تعالى إذا الوقت سمح بتأثير أوامر التغيير على سير المشاريع الهندسية. إدارة التغييرات بالمشاريع الهندسية، قلنا ان احنا النهارده ان شاء الله رب العالمين نبدا بالمفهوم والاهميه واسباب التغييرات في المشاريع الهندسيه وتصنيف التغييرات في المشاريع الهندسيه والفرق بين اوامر التغيير والاعمال الاضافيه وحساب الوفر والزياده او المناقله، ونختم اليوم ان شاء الله تعالى بتاثير اوامر التغيير على سير المشاريع الهندسيه. ده الجزء اللي نتناوله بكرة بإذن الله، اللقاء القادم يوم الخميس إن شاء الله. نبدأ مع بعض في التعرف على مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير سمة أساسية من سمات المشاريع ملازمة لها وملاصقة لموضوع المشاريع، فمن النادر أن تجد مشروع يتم تنفيذه وإنهاؤه وفقاً لما خطط له. فالتغييرات بتخلق خلال مسيرة المشروع زي ما قلنا تحديات دائمة أمام أطراف المشروع، سواء كان المالك أو المقاول أو الفريق الفني الذي عرف في الفيديك بالمهندس. وقلنا برضو أن التغييرات تعتبر مصدر من مصادر الاضطراب والقلق في مسيرة تنفيذ المشاريع،
علشان كده محتاجين دايما ان يكون في رؤيه وفي اليه وفي استراتيجيه للتعامل مع هذه التغييرات دائما تكون موجوده في عقود المشاريع وكراسه الشروط والمواصفات، ومش دائما التغييرات بتكون ذات اثر سلبي او تاثيرها مقلق ومربك لفريق العمل، لكن في كثير من الحالات التغيير بيكون ضروري ومهم لتحسين اداء المشروع ووظيفته ولتصويب العيوب التي تتضح خلال مسيرة المشروع سواء في التصميم أو في التنفيذ، ومعاملة المشروع مع ظروف الموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع. تعرف التغييرات في المشاريع الهندسية على أنها اتفاقية مكتوبة، ويفضل دائماً أن تكون التغييرات مكتوبة للحفاظ على الحقوق بين المالك والمقاول لإحداث مستجدات في المشروع. تكون هذه المستجدات إما تعديلاً أو إضافة أو حذفاً أو تبديلاً ضمن نطاق العمل المحدد في العقد بين أطراف المشروع المالك والمقاول، ولا يكون التغيير تغيير في نطاق العقد نفسه وفي مضمون العمل المتعاقد عليه. فإذا كان الأمر تغييراً في النطاق بيلزم في هذه الحالة إجراء تعديل في العقد وعمل ما يعرف بملحق العقد. فأمر التغيير الـ Variation Order أو الـ Change Order هو وسيلة قانونية متاحة، وربما تكون الوسيلة المتاحة الوحيدة حسب مقتضيات العقود التي يمكن بها تغيير في العقود ومقتضيات العقود. عملية التغييرات في المشاريع الهندسية هي أمر شائع الحدوث ومتكرر، لدرجة أن جميع العقود بتنص في إحدى فقراتها أو أحد بنودها على حق المالك في إحداث التغييرات التي يراها مناسبة قبل أو في مدة التنفيذ، وبالتأكيد إحداث تغييرات بعد التسليم الابتدائي للمشروع ليس ذا معنى، وإن كان من الأمور الخلافية اللي بتتطرق لها المحاكم كثيراً موضوع استحداث تغييرات بعد التسليم الابتدائي ومدى مسؤولية المقاول عن إحداث أو تنفيذ هذه التغييرات، لكن الأمر المستقر تعاقدياً وخلال المسيرة السابقة لمفاهيم وإجراءات إدارة التغييرات إن التغييرات وأوامر التغيير وتنفيذ هذه التغييرات ينتهي بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ومن ذلك على سبيل المثال إحداث زيادة في كميات العمل يعتبر من التغييرات، أو حذف جزء من الأعمال المسندة إلى المقاول، أو تغيير في إجراءات وأساليب التنفيذ، أو تعديل في بعض مواصفات المواد، أو تغيير مدة التنفيذ إلى غير ذلك من التغييرات، مع ارتباط أي نوع أو عملية من عمليات التغيير بعملية اعتماد التغيير ضماناً لحقوق جميع الأطراف وتحديداً لمسؤوليات كل طرف عما يحدث من تغييرات في الموقع أو في المشروع. العقود دائماً ومعروف أن عقود المشاريع الهندسية فيما يعني اصطلاحاً يطلق عليها عقود إدعاء، فتمنح عقود المشاريع الهندسية دائماً المالك صلاحية التعديل بكميات العقد سواء بالإضافة أو الحذف في حدود نسب معينة تقرر في العقد دون الحاجة لتعديل في قيمة البنود أو مدة تنفيذ المشروع، لكن بالتأكيد بيترتب على هذه التغييرات تغيير في القيمة الإجمالية للعقد بالزيادة والنقص. والعقود بتختلف من بلد إلى آخر، ف في بعض البلاد بيترتب على الموضوع ده زيادة في كميات كل بند على حدة بنسبة معينة، نقول مثلاً 10% زائد زيادة و 10% نقص. وبعض البلاد زي المملكة العربية السعودية مثلاً العقد كمجمل بيتعاملوا معاه بالزيادة في حدود 10%
والنقص في حدود 20% لا يترتب على هذه التغييرات، وإن كانت في معناها هي تغييرات وحسب نص العقد هي تغييرات، وحسب أداء المقاول هي تغييرات، لكن لا يترتب عليها لا اختلاف في الأسعار ولا زيادة أو تغيير في مدة تنفيذ العقد. زي ما قلنا إن أنظمة المنافسات سواء قوانين المشتريات الحكومية أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو قوانين المناقصات والمشتريات في كل بلد من البلاد بتحدد نسبة معينة من التغييرات متاحة للمالك، وبتحدد برضو آلية طبقا للقوانين والأنظمة للتعامل مع التغييرات التي تتفاوت في نسبتها عن النسب المقررة تعاقديا. يعني التغييرات لو زادت عن 10% بتحدد لها آلية للتعامل معها، وكذلك التغييرات لو قلت عن 20% مثلا بتحدد طريقة التعامل معها بشكل مختلف عما هو منصوص عليه في اللائحة أو في النظام، إنه التغييرات في حدود معينة لا تتضمن تغيير في سعر البند ولا تتضمن تغيير في مدة تنفيذ الأعمال. بعض الأنظمة في بعض البلاد، وكنا في مصر بنطبق ذلك، إنه أنظمة المناقصات الحكومية بتجري نسبة التعديل لكل بند على حدة. بعض الأنظمة بتتعامل مع العقد كوحدة واحدة. ما زلنا مع مفهوم التغيير، والفيديك أو دليل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين عرف في البند 1169 في الريد بوك فيديك المختص بعقود الإنشاءات التغيير بأنه أي تغيير في الأعمال التي يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها من صاحب الصلاحية سواء المالك أو من يفاوضه يتم التوجيه بها أو الموافقة عليها كتغيير بموجب الفقرة 13 من الفيديك ريد بوك التي تتعلق بالتغييرات والتعديلات. طيب الفقرة 13 بتتكلم على التغييرات، ودون أن التغيير يشمل التغييرات في كميات أي بند من بنود العمل المدرجة في العقد، مع لاحظ طبعاً أن هذه التغييرات قد لا تشكل تغييراً بالضرورة، يعني حسب العقد الذي تم التعاقد فيه بينص على نسبة زيادة محددة في الكميات لا تمثل تغييراً في الأسعار أو في مدة تنفيذ المشروع. التغييرات حسب الفيديك ريد بوك بتتكلم على تغييرات في الجودة والخصائص لأي عنصر من عناصر العمل، يعني لو احنا بنستخدم نوعية معينة من المواد، يعني غيرنا نوع الدهانات من نوع إلى آخر، غيرنا نوع البلاط من نوع إلى آخر، غيرنا نوع الأخشاب إلى عنصر آخر مثلا في الأبواب إلى عنصر آخر من العناصر المتال أو غير ذلك، فده يعتبر تغييراً في خصائص المادة. أيضاً التغييرات في مستويات أو وظائف أو أبعاد أي جزء من الأعمال، على مستوى الوظيفي غيرنا الغرف إلى حمامات، غيرنا المطابخ إلى أوفيسات أو غير ذلك، غيرنا الأبعاد المنشأ كامل أو غيرنا أبعاد جزء منه، غيرنا في مستوى الأعمال السيراميك درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، غير ذلك من التغييرات، أو غيرنا في المستويات على المستوى المساحي، رفعنا 45 سنتي، قللنا 30 سنتي علشان خاطر مناسيب الرصيف أو غير ذلك. كل هذه من التغييرات التي يجب أخذها بالاعتبار عند إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية وعدها الفيديك ريد بوك من التغييرات.
عمليات الإلغاء، إلغاء أي عمل لم يتم تنفيذه أيضا من التغييرات، وكذلك إزالة أي عمل تم تنفيذه يعتبر أمر تغييري في الموقع. أي أعمال أو تصنيع أو مواد أو خدمات إضافية ضرورية للأعمال الدائمة مرتبطة بنطاق عقد المشروع، بما في ذلك إجراء اختبارات إضافية، حفر آبار أو عمل طرق للوصول إلى الموقع أو غير ذلك من الأعمال الإضافية، لكنها مرتبطة بنطاق عمل المشروع وبتساعد في إنجاز عقد المشروع، فهي أيضا من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. التغيير في البرنامج الزمني أيضا من التغييرات التي يشملها إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، وتعتبر من الأهمية بمكان. وإحنا يعني إن شاء الله بكرة وإحنا بنتعامل مع المطالبات، يمكن بند المطالبات فات الزملاء وفاتني عند مراجعة البروشور بتاع الدورة إنه مش مذكور، لكنه البند الأخير هو المطالبات الخاصة بأوامر التغيير. فالتغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأعمال أيضا من الأمور المتعلقة بالمطالبات، واللي بيترتب عليها أحيانا أعباء مادية زي تكلفة تعطل المواد أو تأخير الأعمال أو غير ذلك من التكلفات المتعلقة بالتايم كوست أو كوست أوف تايم حسب المصطلح اللي حضراتكم بتستعملوه، لبيان إن الوقت يساوي تكلفة ما يجب أن تراعى وتحسب من ضمن تكلفات أو تكاليف أوامر التغيير. في ملاحظة بسيطة لكنها مهمة، إن الـ change order أمر التغيير هو نفسه الـ variation order، والمصطلحين متساويان في المعنى ومتبادلان في الاستخدام، ولا يوجد بينهما فرق تنفيذي أو تعاقدي يعني في استخدام أي من المصطلحين، variation أو change order الاثنين واحد. طيب، اتعرفنا بسرعة على مفهوم أوامر التغيير أو مفهوم التغييرات في المشاريع الهندسية. طيب خلينا نعرف إيه أهمية أوامر التغيير في المشاريع الهندسية، وليه بنحتاج وجود أوامر للتغيير في المشاريع الهندسية، وليه هي صفة ملازمة للمشاريع وملاصقة لها، ويعني تعاقدياً يجب إدراج مثل هذا الأمر في عقود المشاريع. طيب، تتيح أوامر التغيير لصاحب العمل تلافي أي نقص أو خطأ، وهناك فرق بالتأكيد بين النقص والخطأ في التصميم، وكذلك تعطيه أوامر التغيير الحرية في إضافة أي فكرة إيجابية يمكن أن تكون في مصلحة المشروع، تساعد في سرعة إنجازه وتقليل تكلفته وزيادة الفائدة المرجوة من المشروع. بالتأكيد الهدف من أوامر التغيير هو تجنب الحاجة لإبرام عقود جديدة خلال مسيرة المشروع أو إلغاء العقد الأصلي كلما ظهرت تغييرات أثناء تنفيذ المشروع، لأن زي ما قلنا واتفقنا مع بعض إنه التغييرات هي جزء من طبيعة العقود أو المشاريع الهندسية، فوجود آلية أو منهجية أو طريقة لإدارة التغييرات في المشروع بتساعد على الإسراع في إنجاز الأعمال، كما تساعد من التخفيف من التكاليف ضمن تكاليف المشروع. أيضاً مما يجب الاهتمام به إعطاء مفهوم أوامر التغيير حيزاً كبيراً من الأهمية والدراسة، لذلك يجب أن يتضمنها كل العقود ويكون لها بند خاص يضمن الحصول على أفضل النتائج المرجوة من هذه الأوامر ضمن نطاق عقد المشروع. إهمال أوامر التغيير بالتأكيد يولد خلافات ونزاعات كبيرة بين الأطراف المشاركة بالمشروع، ويكون باب للنزاع
بين هذه الأطراف، وربما حصول طرف على حقوق ليست له من طرف آخر، أو يعني مبالغة من طرف في تقدير أتعاب أو تكاليف أعمال معينة قام بها ليست مشمولة بعقد المشروع. فأهمية وجود الآلية أو المنهجية أو الإجراءات في عقد المشروع التي تضمن إعطاء أوامر التغيير الأهمية المنوطة بها يكون سبب رئيسي في منع وجود أي خلافات أو نزاعات تترتب على وجود تغييرات بالمشروع خلال مسيرة المشروع. بالتأكيد في مشاريع كثيرة بيحدث فارق زمني كبير بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ. خلال هذه الفترة الطويلة بين التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ تحدث احتمالات كبيرة للتغيير نظراً لتغير الظروف والقوانين والسوق عما كان متفقاً عليه ومخطط له قبل دراسة المشروع أو تصميمه أو طرحه للتنفيذ. فأوامر التغيير من ضمن الأهمية أن هي بتساعد فريق العمل في المشروع على تجنب والاستفادة من آلية معينة لتخطي هذه الأزمة التي تتعلق بزيادة الفترة الزمنية بين تصميم المشروع وطرحه وتنفيذه على الطبيعة. لذلك تعد أوامر التغيير هي المنفذ والسند القانوني لإحداث تغييرات في بنود المشروع تكون في مصلحة المشروع، وليس بالضرورة أن تكون في مصلحة طرف من أطراف المشروع على حساب الطرف الآخر، وإنما تصب في مصلحة المشروع ككل، وبالتالي في مصلحة جميع الأطراف المشتركة في تنفيذ المشروع. طيب، برضو من أهمية إدارة التغيير في المشاريع الهندسية إن هي بتساعد فريق العمل في الاستفادة من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في المشاريع، في السيطرة على منظومة العمل واستهداف تحقيق المشروع للهدف المخطط له، وعدم خسارة أي فرصة من فرص تعظيم الفائدة المنوطة بتنفيذ المشروع. توجيه جهود العاملين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من تلك الموارد من ضمن الأهميات التي تترتب على عملية إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. المساعدة طبعاً بتساعد أوامر التغيير في وصول العمل للأهداف المخطط لها من تلك المشاريع، لأنه زي ما قلنا حضراتكم ربما أثناء مرحلة التصميم والتخطيط والطرح والترسية الفائدة من المشروع لا تكون واضحة لجميع الأطراف بما فيهم المالك نفسه، لكن مع تطور المشروع ووجوده ككائن حي أو جسم حي على الطبيعة تبتدي تتضح المزيد من الأفكار المتعلقة بطريقة وصول المشروع لهدفه وتحقيقه للمطلوب منه بأقل تكلفة وأفضل جودة وأسرع وقت. بالتأكيد أوامر التغيير من أهميتها أنها بتساعد فريق العمل للوصول لأهداف العمل وربما تعظيمها وتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع، وأحياناً تساعد في إضافة قيمة مضافة إلى المشروع additional value تتضح خلال مسيرة تنفيذ المشروع. الفقرة اللي فاتت وضحت لحضراتكم حاجة كل الفرق العاملة في المشاريع لوجود آلية ومنهجية لإدارة التغييرات في المشاريع الهندسية، لكن خلينا نتكلم في الفقرة اللي هنبتدي بيها لماذا نحتاج لوجود مثل هذه الآليات، إيه الأسباب التي تدعو إلى التغيير. واسمحوا لي الزملاء على الشات ما شاء الله في كتابات كثيرة، لكن اسمحوني نخلي فقرة النقاش
نخلي فقرة النقاش إذا أذنتم لي في نهاية المحاضرة، ويكون إن شاء الله المجال مفتوح لحضراتكم للتساؤلات وطرح ما ترونه في هذا الموضوع، والاستفادة من خبراتكم وتنقيح ما ترونه من المواد المعروضة أمام حضراتكم حول إدارة التغييرات في المشاريع الهندسية. نتكلم مع بعض حالياً حول الأسباب التي تؤدي إلى إحداث تغييرات في المشاريع الهندسية، وبالتأكيد أول هذه الأسباب هو نقص الدراسة والتخطيط للمشروع، وربما يكون هذا النقص ليس تقصيراً من أحد ولكنه لظروف مرتبطة بطبيعة المشروع. ويمكن الزملاء اللي اشتغلوا في مشاريع تعتمد على النماذج أكثر احتكاكاً بمثل هذه التغييرات وعاشوا تغييرات كثيرة ربما تخرج بالمشروع عن نطاق كراسي الشروط والمواصفات وجداول الكميات الموجودة للمشروع مسبقاً، لأنه سواء استخدام هذه النماذج في مشاريع المدارس أو في مشاريع المراكز الصحية أو في مشاريع النقاط الأمنية أو في مشاريع الفروع الإدارات والوزارات أو غير ذلك من المشاريع اللي بتعتمد على النماذج، بيكون كل موقع له طبيعته وله ظروفه المختلفة عن النموذج المعتمد مسبقاً. فحضراتكم تخيلوا، يعني أنا اشتغلت على مشروع 400 مركز صحي، وأكيد في زملاء اشتغلوا على مشاريع مدارس زي مشروع الألف مدرسة أو خزانات المياه أو غير ذلك من المشاريع. كل موقع من 400 مركز مختلف عن الآخر في ظروفه الموقعية، عن التربة، جسات التربة بتاعته مختلفة عن المواقع الأخرى مما يستدعي حدوث تغييرات، طريقة الوصول إليه وارتباطه بالشوارع، منسوبه على الطبيعة سواء مرتفع عن الشارع اللي بيمثل مدخل أو منخفض، وتغيير في كميات الحفر وكميات الردم نتيجة لذلك أو غير ذلك من الظروف الموقعية اللي بتترتب يعني بتترتب عليها تغييرات مختلفة من كل موقع عن الآخر، واستحالة نجمعها جدول كميات واحد، وبتمثل يعني آلية إدارة هذه التغييرات فرصة نجاح للمشروع، وأيضا قد تكون إذا أهملت ولم تدار على الوجه المطلوب هي سبب في فشل المشروع وعدم تحقيقه للمستهدف منه. وشفنا حضراتكم قد إيه مشاريع كثيرة تعتمد على النماذج في إعدادها وتنفيذها، ولما يحدث تغييرات نتيجة الظروف الموقعية الموجود فيها كل موقع تتأخر المشاريع لفترات طويلة لعدم وجود آلية لإدارة هذه التغييرات، وبيتقل الفائدة المرجوة بالتأكيد من هذه المشاريع نتيجة عدم تنفيذها في الوقت المطلوب. يعني لو مشروع زي الألف مدرسة وتأخر منه عدد من المدارس أكيد بتأثر على الطلبة المنتظرين وجود هذه المدارس وكثافة الفصول، وربما ينتج عن ذلك يعني أعباء أخرى على المجتمع وعلى البلد بالكامل نتيجة أنه ما كانش فيه آلية أو منهجية لإدارة التغييرات تتناسب مع طبيعة كل موقع في المشاريع الوطنية أو القومية التي تعتمد على استخدام النماذج. ايضا شفنا انه بعض الفنادق مثلا او بعض المستثمرين بيبني مبنى على انه فندق ويحط تصميم خاص له بهذه الفكره، ويراعي الاشتراطات الموجوده في كل بلد لعمليات بناء الفنادق والاستثمارات الفندقيه، لكن لما يجي يأجر هذه الفنادق على مشغلين أو برندات عالمية بيفاجأ أنه محتاج لإجراء تغييرات كثيرة تتوافق مع المستويات التي وضعتها هذه البرندات هيلتون، شيراتون، غير ذلك من اشتراطات خاصة بهم لا تتقاطع أو ما فيش منها تعارض بينها وبين الاشتراطات الموجودة لدى الهيئات التي أخذ منها التصريح، لكن هي مستويات بيضعها كل براند فندقي
لمشروعه او للفنادق المشغله بواسطته، وحدث هذا كثيرا في مشاريع الاستثمارات الفندقيه. لما بيجي يجري على مستثمر او مشغل لبراند عالمي بيحدث تغييرات قد تكون كبيره ومكلفه، تحتاج بالتاكيد لاداره فنيه لاداره التغييرات في مثل هذه المشاريع. فعمليه نقص الدراسه والتخطيط من الامور التي تتسبب في احداث تغييرات بنسبه كبيره، وان كان معظم وان لم يكن معظم التغييرات بسبب وجود نقص في الدراسه والتخطيط للمشاريع. بعض المشاريع بيترك للمقاول تصميم بعض الاجزاء او عمل التفصيلات الخاصه بهذه الاجزاء من كل مشروع، وبالتالي ربما يترتب على ذلك نتيجه عدم وجود دراسه لهذه الاجزاء بالاساس يترتب عليها وجود تغييرات كبيره، وبالتاكيد هذه التغييرات تحتاج لاداره فنيه.